بعثت قيادات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية برسائل شكر لقيادة دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى انطلاق عاصفة الحزم. بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى عاصفة الحزم، ذكرى يعني أن حضر الشقيق مع أشقائه وقطعوا على المشروع الفارسي الصفوي الذي أراد أن يقتضع هذا البلد الطيب من جسم الوطن العربي، فهبت هذه العاصفة بقيادة الملك سلمان حفظه الله. ويعني هذا الفعل وهذه الهبة لن ينساها الشعب اليمني مدى الحياة، فشكراً للأخوة في المملكة العربية السعودية، وشكراً للأخوة في الإمارات، وشكراً للأخوة في التحالف العربي الذي نجدوا هذا الشعب حتى استطاع أن يشكل جيش وطني ولاءه لله ثم للوطن، وهذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون أخواننا في المنطقة العربية. بمناسبة الذكرى الثانية لعاصفة الحزم، نشكر أشقائنا وأخواننا في دول التحالف الذي لبوا نداء اليمن، الذي لبوا نداء أخوانهم، الذي أراد المد المجوسي أو الصفوي التقطيع أو تمزيق هذا البلد السني، هذا البلد الإيماني، هذا البلد الفاتح الذي يشهد له التاريخ في القادسية وفي معارك الإسلام، أرادوا أن ينالوا من كرامته ومن دينه. ونشكر دول التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على ما قدموه وعلى ما